مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا دكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. مشاهدين الكرام، الإسلام اعتنى بالصداقة وذلك لأثرها في توجيه النفس والعقل، وأيضا لنتائجها التي تقود إلى تقدم المجتمع أو تأخره في ذات الوقت. فالصديق الصالح هو الذي يقود صديقه إلى النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة، بالعكس من الصديق صديق السوء الذي يقود إلى الهلاك. نحن نعتبر أن الصداقة كنز من الكنوز التي حبان الله بها في هذه الدنيا حتى نعيش في سلام وأمان، وحتى تكون المصالح المشتركة وتقاطعاتها متواصلة بين الناس. فالصداقة هي واحدة من الكنوز المهمة جدا يا شيخنا في هذا اللقاء، نحاول نتحدث عنها بشيء من التفصيل. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك، وجلس السوء كنافخ الكير. الحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحة طيبة، نافخ الكير إما أن تحرق ثيابك وإما أن تجد ريحة منتنة. رواه البخاري ومسلم بيدما عن الحديث أنه نفخ حامل المسك بحمل العطور، شال العطور. شال العطور ده شبهه بالجليس الصالح، الصديق الصالح. حامل المسك ده جليس الصالح بتسمع منه موعظة، تسمع منه يذكرك بالطاعة بعبادة الله، يذكرك بالجنة، يذكرك بأن تستفيد منه. أما جليس السوء زي نفخ الكير، نفخ الكير الحداد لما يولع خط الفحم عشان لحم فحم يولع بسرعة، وخط الحديد جواه في منفخ اسمه الكير ينفخ يلهب. لا، نفخ الكير ده لو قعدت يوم يا طار الشرارة قدت لك جلابيتك، يا لقيت لك ريحة كان في حشرة في الفحم ده طلعت ريحة كعب. شوف التشبيه ده، شبه لنا نافخ الجليس الصالح بحامل الوسك، والجلس السوء بحامل ونافخ الكير. يبقى ده فرق بين اثنين، عشان كده الزول يحرص على ان يكون عنده جليس يكون صالح، يصادق الزول الصالح، والزول الصالح ده يذكرك حتى لو ما تكلم، انت لما تشوف تتذكر طاعة الله. ايوه، لذلك ده المطلوب. وبعدك ده تنفع الزول يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك العلماء في تفسير الآية قالوا كل صداقة تنقلب يوم القيامة إلا إلى عداوة، إلا ما كانت لله. سبحان الله. أي صداقة تنقلب عداوة يوم القيامة، يسب لي أنت السبب، ضليتني عن الطريق، أنت اللي خليتني كده، أنت سويت كده، ويدعوا بعض إلا ما كانت لله. كانت لله دائما في الدنيا وتدوم في الدار الآخرة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم يعني بعض إلا المتقين، إلا يعني دل الأخلاء. طيب يا شيخنا، في مصالح دنيوية بتربط الناس مرات وبتنشأ على أثرها علاقات صداقة، هل هذا فيه مانع؟ لما في بس الصلاة تكون لله، تختار الزول اللي بيذكرك بالله، بيذكرك بالطاعة، يذكرك بالجنة، يذكرك بالنار، يذكرك بالأخلاق الحميدة، يذكرك بسيرة النبي، بسيرة الرسول، الصحابة، بالقرآن، ذا الله. لكن الجليس اللي بيجيب لك سيرة الناس، فلان مجرم، فلان عمل، فلان سوى، فلان سوى، فلان عمل، فلان كده، ده جليس السوء. يعني معناته تسمع منه، لأن بيسمع القطيعة شريك للسامع. يقول لك الراضي بالمعصية كالفاعل لها، الراضي بالمعصية كالفاعل لها. هاي يحكي لك قصة، فلان ده مرتشي، فلان ده عمل كده، فلان ده سكير، فلان ده عبيد وضرب فلان، ناس فلان ودوه وقبضوه ودوه السجن ودوه كده، وده كل انت القصة يجيب لك ربك سمحة كده يستمع لي، هم بيجي شريك معه في الزني. سبحان ده جليس السوء. أما جليس الحسن هو يذكرك بالقرآن، يذكرك بالمواعظ، يذكرك بالجنة بالنار، بتستفيد منه. هاي مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه إما أن تجد ريحة طيبة. أما حامل الكير إما أن تحرق ثيابك إما أن تجد ريحة خبيثة. طبعا الصداقة دي هي في يدنا في النهاية، ممكن يختار صديقه ممكن، لكن إذا ما بيختار أخوه أو والدته كده، كيف الإنسان يبدأ عشان ينقي
من الناس أصدقاء صالحين. أيوة. لو بديت مثلا جارك أو صاحبك زميلك في العمل أو جارك أو كده اللي جيت زول بيذكرك كلامه طيب، ما بيجيب سير زول بالبطال ولا بيختفوا زول ولا بيدعي زول ولا يجيب سير زول بالبطال ولا بيسخط على قضاء الله وقدره ولا كده، ده يهود الصديق اللي تختاره يذكرك. لكن لما انت في زول بس جلست معاك يجيب لك ناس فلان وناس علان وسووا كده وسووا كده وعمل كده عمل كده، يملأ لك راسك وما انت تقدر تقوم منه، ومرات ما في مكان ما تقدر تقوم منه، هتقول له اسكت، قدرت تنصحه انصحه. طيب اغلب الناس اللي بيختاروا الاصدقاء هم فئه الشباب اكثر. أيوة ناس علاقات مع بعض. صحيح. أي. طيب نحن الاسره شريك في هذه المساله، كيف الاسره يمكن توجه ابنها؟ الزول اللبو اللم تشوف ولد هذا ولاده ديل بيصحبوا منه، اللي بيصحبون دول ما شاء الله ولاد ابوات مؤدبين واخلاق حميده وناس واصل للارحام، ناس طيبين، ناس مصلين، بيمشي الجامع، ديل خلاص يخلي ولاده يصادقون. اما ذلك الولاد ديل بتاع كده لا بيمشي الجامع يصلي ولا شيء، وحايمين في الشوارع ساكت ومخنفسين وعاملين شعرهم كده وبتاع وما بيلبسوا لا صلاه ولا شيء، ذول ينهى اولاده ما يصاحبوا، لان ذول قد يجر يمشي لمعاصي ثاني، مخدرات، خمره، حاجات زي كده. نبهتنا لجزئيه مهمه جدا، انه الشباب الان في مظاهرهم الشعر يعني. أيوة. ودي بقت ملاحظه في الفتره الاخيره في الشوارع العامه، انه ظهرت علاقات مختلفة يعني. ما كانت عودنا عليها في الشارع العام. والأهل كانوا ذاتهم بيضبطوا الأولاد الشباب. صحيح. الآن هؤلاء الشباب أصبحوا حياتهم مختلفة. رب شعر طويل خالص خالص وجنب البجيدة المحلوقة وديك الدسم القزعة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. نهى عن القزع. والمفسر قال شنو القزع؟ معناته حلق بعض الرأس وترك بعضه. يحلي جزء يخلي جزء. اي ده الحلاقه الصحيحه يا تحلق صلعه. نمره واحد لا تحلق بطريقه هندسيه زي زمان كده الشباب يحلوا كده طريقه هندسيه كده مواسه سمح كده ده سمح. لكن لسه تلقاه اللي بيجاي والباقي كتب فيه ويمكن ما بيغسل ذاته ويمكن ذاته ما بيغسل من الجناب، تلقى لانه معشش كده وشكله هنا. اي ده تشبيه بالشيطان، لان الشيطان دائما شكله كده شكله مخيف كده ومعشش. يعني بيربي شعره كما قلت في الحديث عن شكله زي شكل الشيطان. طيب نمشي للصداقه بين الاب والابن او الابن او الابنه مع الام. أيوة. هل هناك فعلا في صداقه بين الاثنين؟ طبعا دي اهم حاجه، يعني الاب يقعد يتونس مع اولاده يا سلم من الاساس من المرحله 6 سنه وانت ماشي، يعود يتونس معاهم يسالهم قريت شنو سويت وكيف، واقرا لي وانت اقرا لي، ويسالوا الفرائض الوضوء والصلاه كيف وكيف، ويتونس معاهم حصه كل يوم يدون حصه ونس معاهم. اي شب عليه كذا يبون صديق لابوه يسمعوا كلامه ويحترمه ويدعو له بكرم الاخلاق، يسكن لهم قصص من قصص الصحابه واخلاق ومعاملات وهكذا، يسكن لهم قصه بر الوالدين وكذا. يعني بنسميها برضه صداقه بين الاب والام. صداقه بين الاب والام، وكذلك البنات وامهم. ولا بد كمان نكون قدوه حسنه للاولاد. نعم. يعني الله دي مهمه جدا. زمان حبوبتنا كان يقول ان جافيت لا تورجناك، ان حننت اورجناك. كيف دي؟ ده كلام حبوبات لكن كلام فيه حكمه. أيوة. يعني معناته الاب والام سويت لكم شيء تنشين ما تخلوا اولادكم يشوفوا، سويت لكم شيء تنسمع خلوني يشوفوكم عشان يقتدوا بيكم. اي يبقى نحن اذا كان مثلا الاب والام من الوطن تصبح يقطع فلان عمل وفلان سوى، فلان طلقوها، فلان قد سويت فلان عمل، فلان دق وفلان سوى، كله في قطيعه فوق الناس، البلاد برضه حيشبوا كده، من شب على شيء شاب عليه. نعم. لكن الاب والام من الصباح يصحي من النوم يصلوا الصبح حاضر، الاب مسك مصحف ويقرا، الام قاعده في مصليتها تدعو وتسبح وقامت تسوي شاي، ده الولاد برضه بيتاثر. حتى الطفل الصغير لسه عمره يا دوبك سنه تلقاه يقتدي بامه يوقف في مصلاه يصلي معاها وهكذا، ده كل تدريب. طيب فريق العمر بين الاصدقاء بياثر؟ اي طبعا هي الفريق الكبير يعني بياثر، يعني يعني شاب صاحب الناس كبار في سن ديل العلم ونستهم براءه وده ونست براءه، بعدها قد يقولوا كلام يحرج وما يقدر يرد عليهم. لكن اذا كان الاصدقاء في مستوى واحد ده يغلد ده وده يصحح ده. ايوه. أي. طيب اذا ناخذ معنا اول مكالمه في هذه الحلقه. مرحب. الو مرحب. السلام عليكم، معك ابو خالد. مرحب ابو خالد.
كيف حالك؟ نعم تفضل يا ابو خالد. احييك واحيي الشيخ ان شاء الله على فضل كلنا الجميل. الله يبارك فيك يا ابو خالد، تفضل. اديكم الصحه والعافيه ان شاء الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال واحد بس للشيخ. نعم. بالنسبه عندنا الوالده في البيت بعد توفى اخونا حرمت الجبنه والشاي. توفي اخوكم ولا شنو؟ عندنا الوالده في البيت. الوالده؟ حرمت الوالده في البيت الوالده. ايوه حرمت الجبنه والشاي وتوفى المرحوم اخوي يعني. حرمتها ليه يعني؟ والله عشان اخوي توفى الشاي، توفى اخوي وهي الجبنه والشاي. كويس. سبحان الله. جدا جدا، خلاص تسمع الاجابه. يعطيك العافيه. قال عندهم اخوهم توفى والام حزنت حزن شديد لدرجه انها قالت حرمت عليها الجبنه والشاي. ده حلال يعني؟ طبعا دي اشياء حلال يعني، ما فيها حلال يعني، معناته ده عرضت حكم الله. قال تعالى لما هنا يعني ده بيخاطب النبي عليه الصلاه والسلام كان حرم العسل في مشكله كده، يعني لما تحرم ما احل الله لك؟ قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. زول لو حرم على نفسه شيء يبقى يستغفر ويتوب يرجع يعمل الشيء ده ويكفر عن يمينه. يطلع بس هي حلفت او عزمت قالت انا الشاي حرمان عليه جبنة تاني ما بشربه. في الحالة دي والحي مطلوب منها ثلاثة حيات. نمرة واحد تستغفر لانه حرمت حاجة ربنا محللها ليه، والبيحرم هو الله، البيحلل هو الله، اتدخلت في شرع الله حرمت حاجة ربنا محللها. تستغفر نمرة واحد. نمرة اثنين تطعم لها 10 مساكين. نمرة ثلاثة ترجع تشرب الجبن والشاي. عملت كده خلاص نجت من الوعيد. الله أصرد على كده من قام الحساب شديد. لا حول الله. لأن شرعت معليش لو كان الشاي بيضرها نقول لك هذا معليش، هي ما ذكر السبب. السبب قال إن حزنان على موت أخوه. وولدك ده أعفي منه وادعو له. أنت ذاتك بعد شوية حتلحقيه. أدعي له وأعفي منه، ديل بينفع الميت. لكن تحرم حاجة أو يستفيد منه ولدك يستفيد به شنو؟ ولدك يستفيد بأنك تعفي منه. عفيت منك من حملي من شطري ولا من لبن شطري زي ما حبوبتني يقول يعني. أيوه. وبعدين تدعي له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدعو له تصدق له، ده اللي بينفعه. وما تحزني ما تحد عليه، لانه الحزن ما كويس يعني. الشرع حدد 3 يوم بس للحداد. لا قال عليه الصلاه والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. طيب نحن نرجع لموضوع الصداقة ده ومسألة اختيار الآباء أصدقاء أولادهم، دي مسألة مهمة جدا بتحتاج لكن يا شيخ لبحث شديد. أي صح. لأن حقيقة الأولاد مش في المدارس ومش في الجامعات. أي. وأنت ما بتكون عندك تفاصيل. أي ما هو من الصغر من الزول الصغير يعني الأطفال الصغار. وأهم حاجة أنه الزول عشان أولاده بنات يشبع على طاعة الله ومستقيمين. من الطفل عمر 6 سنة اللي أبو يعلمه لما يطلع يقول للولد لما تدخل الحمام تلملم هدومك، البول ما يجي عليه ملابسك لأن البول ده نجس، وتلملم هدومك بعد البول ما ينقطع تقوم تستبر تستنجى. يعلمه ده الحاجات. ده طفل صغير بيفهم الكلام ده ولا بيخيل ولا شيء لأنه بيشرح له. كذلك برضه نعلمه الوضوء من 6 سنة نعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا صبيانكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. في الحالة دي من 6 سنة ندربه. ما نعصر عليه شديد، ندربه على كيف الطهارة كيف الوضوء، ويتوضى تعالى عيلين بتوضى كيف تتوضى ما نتوضى، يلا اتوضى وريني وضوك كيف، ندرب نصح عليه انت عملت كده لا الصح كده. ندرب مرات شوي شوي نعصر عليه شديد، ندرب على الوضوء يتأصل فيه الطهارة والوضوء أهم حاجة. أهم حاجة. ولما زول يتأصل فيه الحاجة يشيب عليها. يعني هسه تلقى في زول عمر 60 سنة ينقض الصلاة نقد. أيوه. السبب شنو؟ اللي عود نفسه من نفسه غير ينقدها. هاي فكل زي ما شب على شيء شاب عليه. والزول لما يتعود عليه حاجة ثانية من الصعوبة أن يتخلص منها. يعني هسه مثلا في نظر من أمثلة تلقى مثلا بعد صلاة العشاء من الناس يقوم يصلي الشفع علوت بسرعه،
نقوم نذكره اخواننا الصلاه كده لها الطمانينه والاعتدال من مركان الصلاه وحقيقه الصلاه. الزول يطمئن راكع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثه سي سبحان ربي العلي يطمئن في صلاته. وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءه فيها. شرحنا الكلام ده تاني يوم ترجع زول رجع تاني خلفي زي ما كان تعود خلاص تعود خلاص عشان كده التأصيل تأصيل الحشي الصحيح مهم في حالة الصغر. نعم نعم. طيب معنا مكالمة من محمد الطيب من الشمالية. مرحبا يا محمد. محمد الطيب كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كيف إن شاء الله تمام؟ أحيي الشيخ محمد أحمد. نعم تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤال يا أخي. أنا بجي أصلي في خلوة كده اول ما اصلي قوم اسلم الناس تقول لي شغل. انا طبعا شغال صناعي بعدين توعي الناس بالله بالحته دي. بس الشيخ محمد احمد يا محمد كده ادينا السؤال واحده واحده كده عشان نفهم الكلام اللي قلته. انا بصلي في خلوه. ايوه الخلوه دي اول ما اسلم الناس بيجي يقول لي الشغل وما الشغل. اقول لهم ده وقت الصلاه وشنو شنو. انت شغال يعني انت عندك دكان ولا شنو؟ اعمال حره. اعمال حره شغال. اعمال حره. الناس بيطلبوك يعني اثناء وقت الصلاه؟ بس وقت الصلاه بس تسلم فيه لي طوالي قبل ما تسبح وقبل ما تسجد. بعد ما تخلص الصلاه ولا قبل ما تخلص؟ بعد ما تخلص الصلاه. اها. وانت بعد التخلص عندك اوراد بتعملها ولا شنو؟ ايوه. لا ما انا بسبح وقبل ما اسبح بيجي طوالي بيقول لي الشغل وما الشغل. طيب اها المشكله وين؟ وداك هو يقدر يخلي الشيخ محمد يوعي الناس في الحته دي انه ما وقت الصلاه دي الصلاة براء والشغل براء. يعني انت ما تصلي يقول له قوم افتح الدكان الدين للغرض الفلاني. هو شغال اعمال حره ما عارفه سباك ولا نقاش ولا بنا. لكن قال هو بيمشي وقت الصلاه واول ما يسلم الاقي هو منتظر انه راح ياخذ وراح اشتغل لنا شغل الفلاني. ايوه اذا كان ميكانيكي او كده. طبعا هم ذاته نصح نقول لهم يا جماعه انتم سلمتوا من الصلاه قول الباقيات الصالحات دون فرصه ثلاث اربع دقائق. نعم الباقيات الصالحات نمشي معاكم انتم سبح خلوني كمان نسبح كده ذاته نصحن ونصح نفسه يسبع ويمشي. لكن ما يهرج معاونه ليه لكن دي ملاحظه يا شيخنا فعلا كثير من الناس الامام سلم بس طوال يقوم ويمشي. اي لا المساله دي المساله طبعا من السنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يسلم من الصلاه طوالي يستغفر ثلاث مرات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعدك يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام. بعد كده عملت السنة لو قرأت الكرسي مرة واحدة بعد سبح التسبيحة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 الجملة 99 يتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نمرة ثلاثة يصلي على النبي ويرفع يدينه يتضرع إلى الله تعالى يسأل لنفسه ولوالداته ولأهله كده يدعو بعد ذلك يقوم يمشي لشغله. ده السنة دي ما نفرطها كلها بتاخذ لها خمس دقائق ست دقائق. نعم والدعاء بعد الصلاة من الأوقات اللي فيها يستجاب الدعاء. الدعاء صح دبر الصلوات. والناس ده خير كثير مرات بفوتوه بالعجلة العجلة من الشيطان اللي يلعن بس هو يسلم يصلي يقوم فوت يقوم ماشي. أي لا ان شاء الله تكون وضحت لك يا اخونا محمد طيب من الشماليه. وزي ما قال لك الشيخ انصح الناس يقولون يا جماعه ادونا خمس دقائق بعد بعد الصلاه ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخنا. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو الصداقه. حقيقه في صداقات بتقوم بين الاسر. ايوه يعني اسره كامله تلقاها مصادقه اسره كامله وفي علاقات سمحه بيناتهم لدرجه انه تصل انه النسب والمصاهره. ايوه يعني الى اي درجه يمكن نقول انه الان الاسر السودانيه بتتمتع بهذه الحده. اي فعلا المشهورين يعني بالصداقه والجيران مع بعض. نعم. متواصلين متلاعبين كثير يعني دي ميزه كثير عند السودانيين. ايوه الناس اللي عاشوا في بلاد برا يقول لك الزول شقته فاتحه في شقتك. ايوه لا كانك لا بتعرفه لا يعرفه. لا يدخل بيتك لا يدخل بيته. نعم. خالص. نعم. سلام يمكن انت تجد داخل ويفتح في باب مارك ويدك السلام يمدك السلام. لكن احنا هنا جيراننا ما شاء الله يعني متعاملين لي كام جار متواصلين متحابين وكذا. دي مهمة جدا. وحتى خاصة في المناطق اللي هي المناطق الشعبية. نعم. تلقى الروابط أكثر من الناس أصحاب العمارات. العمارات طبعا كده عشان العمارة في ناس فيها. لكن التانين مواصلين كويسين. تعرفوا في الجامع تعرفوا في الأسر. يتواصل في الفرح والكره. نعم. والسراء والضراء كله. هذه مهمة يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام
زي ما قال ما ذلك جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. أيوه. وشوف لما انتشر العلاقات بتاع الجيره وبتاع الصداقه بيكون الاجر يعني عظيم فعلا. يعني ما جيره بس فعلا. والرسول قال لعائشة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو هنا ده الكوارع بتاع الشاه. اه سبحان الله. طيب ناخذ معنا هاتف من حلفة. مرحبا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا منو من حلفة؟ عبد المنعم احمد. يا مرحبا يا عبد المنعم. كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. الحمد لله. تفضل. جزاك الله خير والشيخ الجليل كمان. الله يفتح عليك يا اخي. تفضل. عندي سؤالين ان شاء الله. نعم تفضل. السؤال الاول يعني داير الشيخ يتحدث لنا عن الرشاوي لانه الحديث يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرايش. واكثر حاجه انتشرت في الاونه الاخيره دي في ال 30 سنه الاخيره دي الرشاوي. ايوه. في اي محل في الجوازات في الجمارك في الضرائب في المستشفيات انتشرت بطريقه بقت كانه بقت حاجه عاديه الناس استساغوها يعني. بقت حاجه عاديه. نعم. السؤال الثاني داير يشرح لنا الحديث ده ويدي نصيحه للمسلمين كلهم منه المؤسسات كلها بعد تلغي حاجه اسمها رشاوي والناس انتبهوا للحته دي. السؤال الثاني الحديث الثاني الحديث اللي بيقول هدايا العمال غلول. ايوه هدايا العمال 90% وغالبيه الناس شغالين عمال عند الحكومه كان ضرائب كلهم ديل بيجيهم هدايا اثناء خدمتهم. نعم. بيجيهم حاجه الظرف بتاع قروش بيجيهم. نعم. حروف حمايه بيجيهم اي حاجه وبيقبلوه مقابل الخدمه يعني ينتظرها منه بعد كم شهر كم سنه يديها له. نعم. الحته دي حاجه خطره وغالبا انتشرت بطريقه كثيرة. نعم. شكرا شكرا يا عبد المنعم. الحديث ده يدي نصيحه للمسلمين. نعم اشكرك يا عبد المنعم. طبعا يمكن يكون لو كنت بتتابع في حلقاتنا عندنا حلقه كامله كنا خصصناها للموضوع ده لكن لا باس يا شيخ لانه نحن نذكر باهميه الموضوع لانه هو ملاحظه مهمه جدا من اخونا عبد المنعم. هو المطلوب من اي موظف في شركه في الحكومه لما يتعين بيتعين بشروط عقد عمل. سمي الطرف الأول المصلحة مندوب المصلحة الطرف الثاني الموظف ويتم العقد بين الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول بيقول نحن نشتري شهاداتك ونشتري زمنك من الساعة كده لي كده زمن ده حقنا تأدي لنا العمل الفلاني مقابل كده نديك مرتب كده زايد كده زايد كده يدي امتيازاته. يبقى وقع عقد ملزم ربنا أمرنا بالوفاء بالعقود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والموظف ده أو العامل ده بياخد مرتب وانت قبلت ان احنا معينك في الوظيفة الفلانية بالمرتب مقداره كده وقبلته يبقى خلاص بعد كده ممنوع انه ياخد اي في اثناء في فترة ساعة العمل ياخد اي قرش من اي زول تاني. هذه يسماها هدايا العمال. والعمال يعني اللي هم الموظفين والعامل اللي هو بس تشيل الرئيس العام امير المؤمنين بعد تحت ديل كل انه الولاد المعتمدين المدراء العام ديل كل ونسمون عمال اي صاحب مسؤوليه. ايوه صاحب مسؤوليه اسمه عامل. يبقى هنا ده في الشرع يقول لك تحريم هدايا العمال. واورد الايه قال تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامه. والايه سبب نزوله في لما لموا الغنائم فقدوا شملة عباية وكذا. المنافقين طلعوا شاعة قالوا الشملة دي يمكن شايل النبي عليه الصلاة والسلام. شايل طبعا الشيء من الغنيم قبل توزيع ممنوع. أي قالوا الغنيمة دي اختفت ممكن شايل النبي. نزلت الآية قال تعالى وما كان لنبي أن يغل يعني لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح من نبي من الأنبياء أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل التوزيع. بعدين كان ده ومن يغلل ياتي بما قل يوم القيام. البيشيل لي حاجه خفيه من المال العام يشيل يوم القيام. دي المشكله. نعم. والغلول قال هو اخذ الشيء خفيه من المال العام. اخذ الشيء خفيه من المال العام خفيه يا بطريق الرشوه بطريق اختلاس بطريق اي حاجه ياخذ شيء من المال العام بدون وجه حقي يشيل يوم القيام. يتفضح يوم القيامة ويتخصم من حسناته. نعم. دي ولذلك انه يعني نصيحة ان نقول لكل الموظفين وفي بعض الموظفين والعمال يحتج بان المرتب بقى ضعيف وعلى المغية معيشة وكده. اولا حاجة ننصح ناس الحكومة يعني انت عارفين السوق ارتفع شديد واكثر ناس متضررين من الغلدة ان الموظفين والعمال اصحاب المرتبات. نعم. لان اي صناعي بيرفع السلعة بتاعته كل يوم يرفع
يرفع. الموظف ده العامل ده مرتبه محدود بترفع كيف؟ ما بترفع. انت الحكومه ده انت حارب ولا الرشاوي وتحارب الحاجات دي؟ قد الموظف المرتب اللي يقدر يعيش ويعيش ولاداته ده المطلوب. نعم. برضه لكن دي كمان ما انا تشجيع للناس يقول انا مرتبي ما مكفي اختلس، لا. انت ما دام قبلت في الوظيفه دي بالمرتب ده ولقيت ما بيكفي قدم استقال امشي السوق. سبحان الله. هاي لكن ما تقول مرتب ما يكفيني انا اخذ من جاي جاي، لا. طيب نحن طيب دايرين توضيح شويه يا شيخنا. انا بلاحظ كثير من الوفود مثلا اذا تمشي وفود مثلا لكسلا لدارفور للشماليه بيكون هم موظفين بيمشوا لجهه حكوميه. ايوه. الجهه الحكوميه دي مرات بتطلع حوافز، يعني معناها من العامل للعامل. ايوه. من مال الحكومه لناس الحكومه. لناس الحكومه. هل يجوز ذلك يعني؟ احنا طبعا في اي وزاره اي مصلحه عندها اللوائح الاداريه وفنيه ومنشورات ماليه توريك ده يجوز ولا ما بيجوز. هل الهدايا اللي بيديها مثلا زول مشى معتمد في ولايه من الولايات والي وفد من الحكومه من هنا او وفد من كذا قام اداهم الهدايا، هل الحاجات دي موجوده في اللوائح بتاع الحكومه؟ هل يجوز في لائحه تدير تقول انه من حق الوالي يدي هدايا؟ اذا في يبقى حلال، اذا ما في ما بيجوز. لازم نرجع للقوانين بتاع المصلحه، اللوائح الاداريه والفنيه والنظم الاداريه. هل تبيح الحاجات دي؟ يجوز للوالي ان يدي هدايا للزوار ديل؟ اللائحه بتقول نعم، يا خلاص جايز. معناها ما فيها مشكله. اي ما فيها مشكله، لكن ما بيجوز ما بيجوز. وضحت الحكايه دي. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو مساله الصحبه. نحن بدينا حديثنا عن الصداقات في المدارس وفي الجامعات. ايوه. الاولاد بيمشوا وانت ما بتعرف اللي بيحصل شنو، كيف الاب يقدر يتابع ويراقب ابنه في المدرسه؟ بيراقب يقول له يسال انت وعدت صاحب منو وكذا مع زملائك اسم منو زميلي كذا كذا. ممكن يجيبوا البيت معاه وكذا؟ لا يجيبوا دي اللي ما ندر. لكن اساله كذا والولد دي كذا ابوهم منو حاجات كذا يتعرف عليهم. ومن كلام الولد اللي تعريفه لاصدقائه لابو يقدر يعرف ان الولاد دي ولاد اخلاقهم سمحه ولا اخلاقهم ما سمحه، يقدر يميز. نعم. في الحاله دي طبعا المؤسسات ما تقدر تفرض تلميذ على لا لا لا, ما تقدر. لا 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 بس يعني بالصداقه بس. نعم. طيب نرجع لموضوع ثاني مهم جدا اللي هو علاقه بقضيه الصداقه دي، هو صداقه المسلم بغير المسلم، ودي طبعا بتكون كثير في اماكن العمل وبتكون في المدارس وفي الجامعات. طبعا هذه الاحترامات، لكن يعني نحترم زميلنا في العمل، ما نظلمه، ما نفتن، ما نعمله معامل الحسن لان ده جار. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وبرضه الرسول حلف 3 مرات قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني جار ما بيكون مؤمن كامل الايمان الا بعد جيرانه كل مطمئنين من جهته من شره. بوائق معناته الشر. أيوه. لكن اي جيران بيحس انه جاره ده في شراني ولاده من شرانين ما بيكون مؤمن جارته. حلف 3 مرات. نعم. عشان كده الجيران دي مهمه جدا. زول يعني يحترم جيرانه حتى ولو غير مسلمين. جاء في صحيح البخاري ان في غلام يهودي كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده الرسول فقده سأل منه قالوا له عيان. الرسول مشي في بيت اليهودي. الولد راقد في هنا قاعد جنبه قال له سأل من صحته كده. بعدين قال له يا غلام ما تسلم. الولد دار يسلم كان خايف من ابوه عيل لابوه. ابوه قال له طيع ابو القاسم. يا سلام. طوالي الولد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الرسول طلع منه ويقول الحمد لله الذي انقذه من النار. انقذ من النار بالشهاده دي. وشوف اليهودي ما قال له ادخل في الاسلام، ما قال له اسلم، قال له طيع ابو القاسم، لان اليهودي ما بيحترم بالاسلام. قال له طيع ابو القاسم ولا انتهى الفرصه. ما دام الدول ثاني الفرصه ما اقول له شاوري ثاني. طوالي نطق بالشهاده دي. نعم. ده بقودنا للمحبه. ده يودينا برضه نحن يعني اخواننا يعني جارك ما مسلم يعني تعامل معامل حسنه. لان الرسول وصانا فيه وحذرنا من اذاه. نحن ما نقول ده ما مسلم نقوم ناكل الحب ونظلم في حب ذا. نعم. طيب ناخذ ثاني تليفون. الو مرحب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ معك ابو مثاني من الجزيره. ابو مثاني؟ من الجزيره. نعم مرحبا بك. السؤال الاول. نعم. صلاه المظلوم في الجنازه كيف يعني؟ لو صلى صلاه في صلاه الجنازه. صلاه المسبوق؟ في الجنازة. مظبوط في صلاة الجنازة كيف يتم؟ أيوة. واحد. السؤال الثاني.
ايوه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الدين عند الله الاسلام. صح معي؟ ايوه يلا يعني في حرية الاديان شنو؟ ماذا تعني حرية الاديان؟ يعني ربنا قال ايوه الإسلام. حرية الاديان ايوه حرية الاديان ايوه كويس هاي. طيب شكرا شكرا يا ابو مثاني بالتوفيق. اسئله فعلا كبيره ايوه وبتحتاج لوقت طويل لكن احنا برضه نجاوب أيوة. على السؤال الاول اللي هو قال صلاه المسبوق في بذات صلاه الجنازه يعني هاي صلاه المسبوق انت جيت لقيت الناس في اللي ما في صلاه الجنازه أه. صلاه الجنازه من اركان اربع اربع تكبيرات النيه واربع تكبيرات والدعاء والسلام أه. الاربع تكبيرات دي انت جيت حصلت الامام لقيته كبر تكبيرتين ما تدخل طوالي تكبر تقيف لغايه ما الامام كبر التكبيره الثالثه انت طوالي بعد الله اكبر التكبير الرابع كبر انت وراف الله اكبر الثاني لك الامام سلم انت بعد كده انت قمت تكبر التكبيرات الاثنين فاتنك ديله تكبر التكبير الامام سلم تكبر وتدعو ثاني التكبيره ثاني تكبر وتسلم الصلاة صحيح ما تفضل طوالي تكبر تجيب الأغاني ما الإمام يكبر عند تكبر لكن ما أظن الناس قاعدين يعملوا الكلام أيوة ده ده الصحيح يعني. نعم جزاك الله خير يا أبو مسان على السؤال المهم أيوة. طيب سؤال الثاني قال حرية الأديان هو طبعا طبعا ده كلام سياسي كلام بتاع سياسة وكذا حرية الأديان لكن الغلط علينا الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ده كلام رب نحن من به أما الحاجات الثانية دي بلا يعني نحن بس قناعتنا هو الإسلام هو الدين الأساس بعد ذاك الإسلام ذاته نظم علاقة الإنسان بالناس لكن ما معنوش أن نحن نعادي التاني أيوة. لأن ديل يسمون أهل الزمة نعم. لو ما مسلم معانا ما نأكل حقه ما نظلم وإيش حتى الرسول وصل قال الجيران ثلاث جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاث حقوق جار عنده حق واحد جار ما مسلم دين حق الجوار نحترمه ما نأكل حقه ما نظلم وما نعتدى على مال ما نعتدى على هاي ما نقول للزول ده ما مسلم نعتدى عليه لا نحترمه الجار الثاني عنده حقين جار ومسلم عنده حق الجوار وحق الإسلام جار عنده ثلاثة حقوق جار ومسلم وقريب عنده حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار يعني ده خلاص ما جينا لنفس الكلام انه زول حر يعني هاي هاي حر هاي يعني هو حر لكن الإسلام نظم العلاقة مع هؤلاء الناس يعني ما نجي للزول ما مسلم ده نقول اللي انت لم تدخل في الإسلام لا لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين ده كلام المهم الو مرحبا معنا هاتف ثاني الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاذ ابو خالد كيف الحال منو ابو خالد معاذ ابو خالد ابو خالد رجعت لنا ثاني انت نعم 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 تفضل يا ابو خالد عندي سؤال ثاني الواحد بدا بزر الشيخ الواحد وخميس بنت رادد عندي مرض مزمن لا يقدر يصلي فحفظتش شنو يعني انت يا ابو خالد كلامك سريع شويه عليك الله ممكن تدينا السؤال برواقه شويه جداً جداً. نعم لو الواحد مريض في السرير شنو الواحد عيان عيان مريض مريض ايوه مريض في السرير وعنده مرض مزمن عنده شنو عنده مرض رابط في البيت مرض مزمن يعني. مريض ايوه ها بعد شنو اللي بيحصل يعني يعني الصلاه قبل الصلاه دي يعني تمشي كده ما صلى يعني ايوه للصلاه يعني ايوه أيوة. صلاة المريض يعني صلاة المريض صلاة المريض نعم إذا كان راقد وما بيقدر يتحرك صح؟ نعم 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 طيب كويس نعم ده سؤال برضو مهم لأنه هي هي كثير صحيح. من الناس الآن بيروح في السفيات وما بيصلوا كويس كل العلماء قالوا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف طالما عقله موجود مضبح مجرح ما بيقدر يتحرك بس في السرير راقد بس لكن عقله فيه ده الصلاة ما بتسقط منه يصلي بقدر ما يقدر يتيمم أما إذا ما بيقدر يتوضى يتيمم ما يقدر يصلي واقف يصلي قاعد راقد عليه قفا رايح يجيب لك كده خدت يدين يتيمم وراقد عليه قفا الله أكبر يقرأ الفاتحة سمع الله لمن حمد ربه يحرك رأسه بسيط ما بيقدر يحرك رأسه بعيونه المهم كل العلماء اتفقوا على أن الصلاة صلاة الفريضة ما بتسقط من المكلف طالما عقله موجود بس
يبقى في الحالة دي. في ناس كتير يقول لك مريض ما بيصلي خلي الصلاة. وبعدك انت قاعد جنب ابوك في المستشفى بتهتم بتعليمات الدكتور. ابوك ده كله نص ساعة تنادي التمر يضرب الحقنة تدي الحباية الفلاني تدي الفلاني الفلاني بنهتم به ده. لكن جانب الصلاة ما نهتم به. وغاد ابوي ده يدخل علم لك الموت قبل الدكتور انا بطش ما يداخل عليه. أيوة. انا ما برضى ملك الموت يداخل يعني علمه. مسؤولية تقع على زول الممارض نفسه. الممارض نفسه والمريض ذاته. انت ذكر ابوك ده بالصلاة اهم شيء. لان ده مرض ابوك ده يكون مرض الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بخواتيمها. زول يختم له بخاتمة السعادة اللي قبل يصلي لكن تارك صلاة بيصلي عمره كله. جابه مريض ترك صلاة ده ما خطر يعني. وذات نصيحة للأبناء والأولاد القاعدين جنب أمهم في المستشفى جنب أبوهم تحرص كل الحرص تخلي تهتم بتعليمات الدكتور بجانب تعليمات الدكتور اهتم بتعليمات الصلاة لأبوك ده ما تخليه يخلي الصلاة. هو يقول لك أنا فترة ما بقدر تحنس ما بقدر توضى نجيب لك هنا تتيمة حجر تتيمة ما بقدر أقوم لك تصلي ممكن نوضيه هاي تساعده في الوضع لا ممكن نوضيه عادي هاي توضيه إذا تساعده يتوضى لو بتحمل الموت هاي ما بيتحمل تيمم تساعده في التيمم تساعده في الصلاة في القيام وكده. طيب في ناس بيعملوا لهم القسطرة بتاعت البول دي ويكون زهجان غلق زهجان خلاص برضه يصلي قسطرة يهدنا يركز القسطرة والبول يمشي ويصلي يشيل قسطرته دي كان يقدر يمشي الحمام يشيل خده بجاي استنجى بجاي بجاي يعني ممكن يصلي والقسطرة موجودة معي موجود اي ما صاحب سلس اسمه البول ينقط يصلي زي برضه كذلك في ناس ما يقدر يمسك البول البول طوال بينقط هاي ده برضو على صاحب سلسة يصلي كل بس كله يصلي يستمر ويتوضى ويصلي سبحان الله. طيب نحن نرجع لبعض الأسئلة المتعلقة بمسألة المحبة في الصداقة يعني الناس يعني تجمعون المرات صداقة ويرحلوا يمشوا ويعيد أيوة. هل المسألة دي أدرها طبعا زي ما في الحديث السبعة قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم والله تحت ظل عرشي وما لا ظل إلا ظل. من السبعة ديل قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله محبة في الله اجتمع على محبة الله. كل ذو بيحب التاني بتحب زول ده ليش زول ده طيب بيطع الله زول تغي بيخاف الله زول كريم زول كذا طيب زول كذا أخلاقه حميدة. أنا بحب لأنه بتأثر به في أخلاقه الحميدة دي. واجتمع حصل الظروف ده اتنقل كان موظف كان هنا اتنقل لبلد تاني خلاص اجتمع على محبة الله وتفرق من محبة الله. يوم القيامة ربنا يظلم تحت ظل عرشه لأنه حب في الله. وبرضه في الحديث القدسي ربنا يوم القيامة نادى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا الناس اللي بيحبوا بعض في الله. بعد هنا الحديث اختصر قال رجلان. طبعا هنا الرجل جرى مجرى الغالب والإسلام بخاطب المرأة ويخاطب الرجل. يبقى بجارتين بيتين مالتين حبين بعض في الله. البزول اللي انت حبيتها مالك تدي قروش ابدا انا حبيتها في الله لان مره طيبه قلب طيب لسانه طيب توعدي قام ما بتذكرك الا بالصلاه بالعباده والجنه والنار. في مده معينه للصداقه والمحبه في الله دي طالما انتم موجودين مع بعض يعني اجتماع مثلا الناس بتلقاهم تجمعوا ظروف مثلا الحج اي خلاص حبوا قبل في بعض حبوا بعض افترقوا او يوم واحد مثلا ان شاء الله ساعه واحده اي ده يمشي عليهم هذا الحديث يمشي عليهم اي ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه. اجتمع على محبه الله وفرغوا لمحبه الله ما فرغوا من النتيجه الكنوز يا شيخنا الان الناس ما منتبهين له ولا اي اي لا مهم جدا بعدك شوف الثواب العظيم يعني يوم القيامه ربنا ينادي اين المتحابون في جلالي اليوم اظلهم تحت ظل عرشي وما لا ظل لا إلا ظلي. يكون الناس واقفين تحت باقي الشمس يوم طويل مقداره 50,000 سنة دي اللي كنت تحت ظل عرش الله. جزاك الله خير شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن على هذه الإجابات. اليوم حلقتنا كانت قصيرة جدا لكن أتمنى أن نلتقي بمشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوع القادم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.